بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدين الكرام، تعلن الإثارة وتعلن تحديات أخرى هنا من نوع آخر يحمله الإبكار اللي قايل المهجنات السايل، وشوطنا السادس في مجموع أشواطنا الصباحية في هذا الشوط. على بركة الله نسير مع السايرون، نتابع المركز الأول ونتابع المقدمة ونتابع صدارة هذا الشوط. هناك الزعفرانة سهيل بن بطي بن غراب الكتبي، يلا يا أبو سلطان، يلا يا أبو سلطان، نتمنى التوفيق والناموس لك يا أبو سلطان على هذا التحدي. سهيل بن بطي بن غراب الكتبي، ركز يا أبو سلطان، ركز يا أبو سلطان في هذا المنطلق وفي هذا التحدي. وثاني المراكز هناك، ثاني المراكز مراكز، وتابع هناك ندى حميد بن سلطان بن حميد، سلطان مغفي بن حميد الغفيلي مع ندى على المركز الثاني والمركز الثالث. وتابع ثالث المراكز هناك، ثالث المراكز، وتابع التحدي من هناك الشجاع عبد الله، هناك شعاع عبد الله بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري على المركز الثالث والمركز الرابع. هنا بن ميرين، هنا بن ميرين من خلال الشعار، شعار بن ميرين هنا من يتواجد مع هناك الجوف عبد الله بن علي بن سلطان بن ميرين الكتبي، من يقدم لنا الجوف في هذا الشوط على المركز الرابع والمركز الخامس. وتابع هناك الضبي محمد بن خليفه بن طبيب الشامسي، يا سلام، ركز يا بن طبيب، ركز يا ابن طبيب في المتابعة. حمد بن طبيب الشامسي الزميل، الزميل والفكاهي والمعلق في هذا الشوط، ركز يا ابو القعقاع. هناك نبيلك إثارة، نبيلك متابعة متميزة لهذا الشعار، ولكن نتابع المركز السادس وتابع التحدي على سادس المراكز. هناك الهجوم ايضا من بن ضبيان، راشد بخميس، بخليفه بخميس، بن شلبوت الخيلي ايضا قادم على سادس المراكز وسابع المراكز. وتابع المركز السابع وتابع التحدي على سابع المراكز. هناك الشاهنيه الغبشي بن سالم بن علي الكتبي على المركز السابع والمركز الثامن. هناك مياسه محمد بن ناصر بن مسفر بن خليل الشهواني على المركز التاسع والمركز العاشر، المركز العاشر. وتابع ايضا هناك العنود مسلم بن طالب بن مسلم بن عقيل النابت، هناك من يقدم لنا العنود، يلا يا بن عقيل، يلا يا بن عقيل، ولكن البدايه مع بن ميرين ولا مع بن غفي من الجانب الاخر. سلطان بن غفي بن حميد الغفيلي من يقدم لنا ندى على المركز الاول، ندى على الصداره، ندى على المقدمه هناك لسلطان بن غفي بن حميد الغفيلي فيلي على المركز الاول. وثاني المراكز هناك، هناك الجوف عبد الله بن علي بن سلطان بن ميرين الكتبي على المركز الثاني والمركز الثالث. وتابع المركز الثالث، هناك الزعفرانه سهيل بن بطي بن غراب الكتبي، يلا يا ابو سلطان، يلا يا ابو سلطان، ركز 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 على هذا الشوط. احد الخبراء اللامعين في مجالات الهجل والسلالات التي عرفناها من بن غراب والمعرفه المتميزه هذه الهجنة وسلالتها. ولكن أتابع هناك، أتابع المركز الرابع، أتابع التقدم من الجانب الآخر. هناك بن ضبيان، راشد بن خميس، راشد بن خميس بن خليفة بن خميس من شلبوت الخيالي قادم أيضا على المركز الرابع والمركز الخامس. مياسة محمد بن ناصر بن مسفر بن خليل الشهواني على المركز الخامس والمركز السادس. أتابع المركز السادس، هناك الشاهنية الغبشي بن سالم بن علي الكتبي على المركز السادس والمركز السابع. وصل بن قناص، وصل بن قناص على المركز السابع. هناك الصعبة، هناك محمد بن حزمي بن قناص العامري من يقدم لنا الصعبة في هذا الشوط على ثامن المراكز وتاسع المراكز. وتابع الدخول وتابع الهجوم من العنود مسلم بن طالب بن مسلم بن عقيل النابت على المركز التاسع والمركز العاشر. اختلط الحابل بالنابل، اختلط الحابل بالنابل، ولكن اعود مع البداية، اعود مع الصدارة، اعود مع الصدارة، مع ندى على اول المراكز، ندى على اول المراكز. سلطان بن غفي بن حميد الغفيلي من يقدم لنا ندى على المركز الاول وصدارة هذا الشوط. وثاني المراكز وصلت الصعبة، محمد بن حزبي بن قناط العامري وصل مع الصعبة على المركز الثاني والمركز الثالث. من الجانب الاخر تابع بن ضبيان، راشد بن خميس بن خليفة بن خميس بن شلبوت الخيلي على المركز الثالث والمركز الرابع. شوف
لي ايضا الهجوم، شوف لي الهجوم. علي ابو خليفه الرميثي واصل رئيس الهجانه، واصل رئيس الهجانه في هذا الشوط مع حربه. علي ابو خليفه الرميثي واصل مع حربه، واصل مع حربه الناموس، حربه المسارات القويه مع علي ابو خليفه الرميثي. يا سلام يا سلام. ولكن البدايه وين البدايه؟ ندى سلطان بن الغثيث بن حميد الغفيلي من يقدم لنا ندى على المركز الاول وصداره هذا الشوط. رئيس الهجانه دافع بحربه، دافع بحربه على المركز الثاني. علي ابو خليفه الرميثي قادم بحربه والصعبه. محمد بن حزمي بقناص العامري، المعركه شديده، المعركه شديده. حربه ولا صعبه؟ حربه ولا صعبه؟ رئيس الهجانه ولا بن حزمي؟ ورئيس الهجانه ولا بن حزمي؟ ولكن حربه لا زالت حربه تقود هذا المسار، تقود هذا المسار مع المركز الاول. علي ابو خليفه علي ابو خليفه الرميثي من يقدم لنا حربه، حربه الناموس، حربه المسارات القويه. اشكرك يا الرميثي، اشكرك يا الرميثي على هذا الاداء كما عودتنا دائما، كما عودتنا دائما بتقديمك لهذه النوعيات المتميزه. حربه هي من تسيطر، هي من تفوز بناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس علي ابو خليفه الرميثي. وثانيا المراكز الصعبه محمد بن حزم بقناص العامري، والمركز الثالث المركز الثالث الشاهنية يحيى بن سلطان الملعاي الاجتبي. هكذا النتيجة. أعود بالتهنية لمالك حربة علي بو خليفة الرميثي. تهانينا والناموس على هذا الأداء المتميز.